تتابعونا في نشرتنا أيضا. أربيل تضع خططا مسبقة لمواجهة نقص المياه في الصيف، من ضمنها تخصيص أكثر من 7 مليارات دينار. وأزمة الوقود تعود للواجهة مجددا، وهذه المرة بين أروقة المحطات الأهلية. وأوكرانيا تعلن قصفها الطراد موسكفا، وروسيا تؤكد السيطرة على الحريق، وملايين المشاهدات لبرنامج سعودي يسخر من الرئيس الأمريكي، ومرسيدس تعلن نجاح تجربة السيارة الجبارة، والغوريلا الأكبر عمرا في العالم تحتفل بعيد ميلادها 65.